قصف ضحايا وآثار جانبية وموت مؤجل. ركام يقف على أعمدته ينتظر لحظة السقوط، وتعاد الكرة ويقع المزيد من الضحايا. هذه الحال في أحياء حلب الشرقية منذ أن استولت عليها ميليشيا أسد. الآثار الجانبية لقصف ميليشيا أسد الوحشي خلال حملتها للسيطرة على أحياء المدينة ظهرت جلية مع كل بناء ينهار، إذ قتل أكثر من 30 شخصاً تحت أنقاض عدة أبنية. تلك الأبنية انهارت في أحياء المعادي وميسلون وصلاح الدين والفردوس والسكري، وكلها في حلب الشرقية التي تعرضت لآلاف الأطنان من القذائف والقنابل ذات القدرة التدميرية الكبيرة التي كانت العامل الأكبر في ضعضعة وإضعاف أبنية تلك المناطق. الانفجارات والضغط الناجم عنها يؤثران على الأبنية المعرضة لها بدائرة يصل نصف قطرها إلى 500 متر، كما يؤثران على التربة الحاملة للبناء ويؤديان إلى تخلخل فيها. وعلى الرغم من كون الأبنية مصممة لتتحمل عوامل طبيعية كالزلازل والرياح، ولكنها لم تصمم لتلقي صدمات غير طبيعية وموجهة كالقنابل الارتجاجية قد توازي في قوتها ضربة زلزالية بحجم 6 درجات على مقياس ريختر. الخبراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدرون نسبة الأبنية الآيلة للسقوط بنحو 50% في حلب، بينما قد تؤثر البنى التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على بقية الأبنية المتضررة. ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط يشكل معضلة حقيقية في المناطق الخاضعة لسيطرة أسد، ليست في حلب فقط بل تمتد إلى المناطق التي قصفتها تلك الميليشيات في حمص وأرياف دمشق، ولا يبدو أن هناك حلاً قريباً لها يلوح بالأفق.